السلام عليكم خاوتي. اليوم راه جاتنا كيو كيو تاع الشيخ عبد الرحمن، انا بروفيتو باش نبدلو لها في لي زامورتير. ما لا بروفيتيت قلت والله ندير لكم فيديو تاع الفيلتر كانستير اللي من بعد نفهمكم فيه. دوك نوريه لكم ويت بلاصه، هو عنده زوج بلايص، يجي لورا ساعه يجي تحت الريزرفوار، ساعه يجي الوسط، وساعه يجي حدا الموتور. في هذا الكيو كيو شيري راه دايرينو لورا كمل بارشوك لورا. ها وراه دور كنوري لكم شويه ضيقه. هذا هو، استنى دخل يدي. هذا هو الفلتر، هذا كما راكم تشوفوا فيه، وراه حاكم هنا من هنايا ويمشي حتى لهنايا. هذا تقدروا تنحوه. هذا الفلتر كانستر فيه تيو يجيب من راد من الريزرفوار تاع ليسونس، يدخل لي فابور، يدخل منا لي فابور، وتيو هذا يرجع يدي لي فابور الموتور، يديها لادميسيون الكوريكتور ادميسيون. هذا وهذا، هذه وراك تشوفوا لهنايا كنوريها لكم. هذا هنا من يتنفس هنا، هذه الحبه هذه اللي تشوفوا فيها هنا من يتنفس ينجكتي الهواء الصافي ويجبد باش يدير ديبريسيون، باش يبعث لي فابور تاع ليسانس، يبعثها كما قلنا الكوليكتور. درك تشوفوا لهنا كيفاش راهو لاصق. ان شاء الله شوف كسره ولاصق. هاك تشوفوا زوج تيوات، تيو خارج من ريزرفوار تاع ليسونس هكذا، والاخر وهذا يدي القدام كما قلنا. هذا الفلتر هذا كانستر راهو فيه لي شاربون يصفي الهواء اللي يخرج منه من الريزرفوار، باش ما يروحش باش ما يخرجش هكذاك، باش ما يخرجش يروح دون لير ليبر. هو وكل على جال دايرينو على جال البيئه، و او ميم طون باش يوقع باش السياره دير ايكونومي تاع ليسانس، خاطرش لافابور هذيك تنفع الموتور والكالكيلاتور اوليو باش ينجكتو ليسانس حتى ياكل الفابور هذيك سما تستعمل. وهكذا هي السيارة دير ليزيكونومي. من بعد نوريكم التيو هذاك اللي رايح لادميسيون وين يروح. التيو هذا اللي رايح لادميسيون كما قلنا واحد منهم هنا، هذا واحد من اللي قلنا لادميسيون، هذا يروح لواحد لافان اسمها فان كانستير هاي القدام. من بعد نوريها لكم. درك هنا ولينا القدام باش نشوفوا التيو اللي جايب تاع الكانستير تاع فيلتر كانستير اللي جايب من الريزرفوار، مو جايب ليسانس، جايب لافابور تاع ليسانس برك. هاو ليك وراهو. هذا هو، ها شوف هنا وراهو. هذا كما راه يدي جايب لهذي الالكتروفان. هذه الالكتروفان فيها هنا فيشه كما راكم تشوفوا، هاي فيشه هذه الفيشه راهي تروح للكالكولاتور، هاي ورا خيوطها. وهذا التيو وراها، هذا التيو هنا تاع لادميسيون، شوف هو رايح هاهو هنا، رايح هنا وداخل في البابيو، هنا البابيو شاف لك
اصلا ها وراه داخل في البابيه هنا كتب طلع ها وراه صبعي هنايا شوفوا فيه ولا لا نزيد نوري لكم وراه هذا هو هنا يعني واحد يبارك هذاك اللي ما قدرش نوري لكم مليح راكم تشوفوا فيدي هذا وهاو البابيون هذا هو البابيون اللي هنايا وهاو راه صبعي مثلا نجبدو هذه هذا التيو هاو راه طالع وداخل هنا في البابيون ها ورا صبعي هنا هنا من بعد كي تدخل لافابور هذه كي تدخل لهنا الكوليكتور ادميسيون تروح مع هذا منا 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 بس راح لي بيستون ومن بعد هذاك لافابور تتحرق واش من هال هالكتروفان هذه راهي تكوموندي فيها يكوموندي فيها الكالكولاتور والكالكولاتور يفتحها بشرط حتى تمدوا لي زوردر لا سونت اوكسيجين هذه لكم تشوف فيها هنا هذه هي لا سوند اوكسيجين هاي جات في الشاطمه هذه اونامو كاين سوند اوكسيجين اونامو وكاين اونافال اونافال هاي التحتانيه اونامو هي الفوقانيه هذه لا سوند هي اللي تقرا الاكسجين اللي خرج مع مع الشاطمه مع يخرج تقرا وتمد لي لي زانفورماسيون الكالكولاتور هذيك الساعه الكالكولاتور واش يدير يفتح الالكتروفال اللي كنا نشوف فيها تاع الكانستر هذا يفتحها ويخلي لافابور اللي جايه من 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 ريزيروار تاع ليسونس تتحرق وينقص من الانجكسيون تاع تاع ليسونس هذه اولا باش دير ايكونومي في ليسونس ثانيا باش هذاك لافابور تاع ليسونس ما يروحش ما يترماش على ليبر هكذاك باش ما يضرش البيئه وما يضرش الناس هذا هو الخدمه تاع الفلتر كانستر وفلتر كانستر هذاك راه فيه لي شاربون هذوك لي شاربون هما اللي يفلترو لافابور وحدها يبعثوها كما قلنا لادميسيون وعلى طريقه الكتروفان والهواء يخرج كما وريت لكم في الفلتر كانستر اللي جاي لورا وكاين هذوك اللي فلتر كانستر في الطوموبيلات اخرى تلقاوه لهنا تلقاه منا تلقاه منا كل طوموبيل فجأة تلقاه سعشت تحت الروضة الاخرى كل سيارة كيفاش مداير هذا هو الخدمة تاع الفلتر كانستر ومن بعد غادي ندير لكم ان شيما عليه ونزيد نوضح لكم كيفاش يخدم هذه الشيما كما قلت لكم عليها كي يتلف هذا الفلتر كانستر كي يفزد هو وهذا الكتروفال كي يفزدوا واش يدير الطوموبيل تعود فيها رعشه في الموتور في الرالونتي يعود شغل راهي تمشي سير تروا شغل تبقى ترقد ترعش ها هو راهو كما وريت لكم قبيله هذا هو الكتروفان تقريبا كل كيف في السيارات كل نفس الاسم كما تشوفوا هذا لا تلف ثاني تعود سياره فيها رعشه هذه اللي حبيت نوضحها لكم كما قلت لكم راني درت لكم ان شيما كما راكم تشوفوا تاع كومو مارشو كانستر كيفاش يمشي هال الكانستر هو هذا راكم تشوف فيه لهنايا هذا فلتر فيه لي شاربون
هذه سيارة، ها رواد تاعها، هنا ريزيرفوار تاع ليسانس كما تشوفوا. اباك كي نعمروا ريزيرفوار يبقى كنفرموا البوشون، كاين لي فابور يترباو. وربما راك تلاحظوا ساعات كي تعمروا بيدون تاع ايسانس وتفرموه وتقلقوا عليه مليح تلقاهم غونفل. بون لي شيرشور ولي كونستركتور واش داروا؟ كي شافوا ريزيرفوار يتغونفل واش داروا له؟ داروا له كاناليزاسيون اللي تدي ديريكت لادميسيون. هذا البابيون، هذا منين تدخل الهواء، هذا البابيون اللي يفتح السماء. بون، وعلاه داروا له هذه الكاناليزاسيون؟ لاخاطرش ماهوش حابين لي فابور يطيشوهم في لاتموسفير في الير ليبر، باش ما يضروش وما يضروش البيئه. خلقوا هذا الفلتر اشربون اللي هو كانستير. واش فيه؟ فيه منا كاناليزاسيون تيو من الريزرفوار يروح الفلتر، ومن بعد يخرج من هذا الفلتر يروح لادميسيون. ولهنا في الوسط تاعو فيه الكتروفان، صح. والفلتر هذا فيه لهنا يقولها ميزا الير. هذه ميزا الير واش دير؟ كي لافابور هذه تاع ليسانس تتفلترا يخرج الهواء الصافي، يخرج وتبقى لافابور تروح. بصح ما تقطعش لهنا لادميسيون الا بشرط، حتى الكالكولاتور اللي هو هذا تاع السيارات، كل سياره فيها كالكولاتور كما هذا. هذا هو اللي يمشي الطوموبيل الكل، الاضواء والسماه التنواض كلش. هذا الكالكولاتور يفتح لافان، وهذه لافان درك نوريها لكم البيلة تاع الكيو كيو. هاي وراها لافان، هذه هي لافان كما راكم تشوفوا فيها. هذه لافان جير، هذا استغفر، هذه لافان، هذه الكتروفان كانستر، يقولها الكتروفان كانستر. اللي هنا فيها فيشه كما راكم تشوفوا، الخيوط تاعها يروحوا للكالكولاتور اللي وريته لكم. الكالكولاتور هذا اللي رولي وكالكولاتور. بون الكالكولا، هذه الكتروفان فيها لهنايا شغل الباب هذا كي تفتح الا كي يجيه الامر من الكالكولاتور. وفي انيمو كي يبعث له السينيال يفتح الهواء من هذا الهواء اللي راهو جاي من هذا الفلتر اشربون هكذا. وهنا يروح لادميسيون، يروح لهنايا كما راكم تشوفوا في هذا. بون الكالكولاتور هذا عباك يمشي شغل اللعبة، سمحوا لي على العبارة بصح هذيا. وشكون اللي يقول الكالكولاتر افتح باللي راهي كاينة فابور؟ كاينة هذه لاسوند اوكسيجين، هذه لاسوند اوكسيجين، هذه هي فاسدة، شوف كيفاش تفسد. هذه ترسك في الشاطمة الفوق، كاين في لي سوند كاينين زوز، واحدة ترسك الفوق واحدة التحت. هذه هي تاع سوند اوكسجين ولا سوند لومبتا، هي اللي تقرا الاكسجين اللي يخرج قبل ما يروح للسوند الاخرى التحتانية، هي تقراه وتمد لي زانفورماسيون الكالكولاتور. كيعود لو ميلونج اللي قاعد يجي لهنا لي شامبر تاع الموتور، هذا هو الموتور، وهنا لا شاطما، هنا لادميسيون. كي تقراه كي يخرج لا سونت هذه تكون هنا في هذه البلاصه هنا، كي يخرج الاكسجين، يخرج لي غاز، تقرا الاكسجين اللي فيه. لا شافاتو الاكسجين هذاك بوفر، ناقص نقولوا ايسونس، تقول له بلي راه ناقص. الكالكولاتور يعاود يعطي امر لهذا الالكتروفان يفتح، كي يفتح هذيك لا فابور تدخل وتعاود تتحرك. وهذا السيستم وعلاه داروه باش كاينه
باش حتى السياره تعود فيها ايكونومي تاع ليسانس، ما تعودش تاكل ليسانس. هذه لافابور نستعملوها باش السياره ثاني ما تاكلش ليسانس. هذه لافابور يسمى تنفع، اوليو نطيشوها كون جات لافابور هذه تطلع وتروح لهنايا وتطيش كما في الكاتسونكات، في الكاتسونكات تطيش خاطرش كاين البوشون تاع الريزيروار مفتوح. بس هما خموا على البيئه، هذا هو باختصار السيستم كيفاش والنظام تاع الكانستير هذا اللي هو هذا هو كيفاش يمشي. وان شاء الله راني وفقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.